أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار. والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. معارك كر وفر بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر على مشارف مطار طرابلس، والصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد القتلى 600 شخص. في لقائهم باللجنة الأوروبية رفيعة المستوى بالعاصمة، مسؤولون ورؤساء أحزاب وناشطون يؤكدون رفض العدوان على طرابلس. عودة التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات إلى كامل غات، وحكومة الوفاق تواصل إرسال طائرات الإغاثة للتخفيف من أزمة السيول. إلى التفاصيل، ونبدأها مع الأوضاع الميدانية، حيث أفاد مراسل الأحرار بأن قوات الوفاق تمكنت صباح السبت من صد هجوم لقوات حفتر في محور الرملة بطريق مطار طرابلس العالمي. وأضاف المراسل أن قوات الوفاق سيطرت على مواقع جديدة بعد شنها هجوما مضادا أجبر قوات حفتر على التراجع تحت كثافة النيران. بعد دخول المعارك شهرها الثالث، لا تزال قوات حفتر تسجل فشلا بعد آخر على أسوار طرابلس. فبعد أن بدأ مسلحو حفتر طيلة اليومين الماضيين في تحشيد قواتهم لمحاولة التقدم عبر محور الرملة مدعومين بإسناد جوي، تمكنت قوات الوفاق من صد الهجوم وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب بعد اشتباكات دامت ساعات. طيران حفتر لم يغب عن المشهد الميداني مسجلا مخالفات قانونية جديدة بقصفه مواقع مدنية، من بينها المستشفى الميداني بالسواني ومقر نادي الفروسية بالزاوية، إلى جانب قصفه المتكرر لمطار معيتيقا المدني بحجة استخدامه في العمليات العسكرية واستهداف طائرات مسيرة تركية داخله، غير أن عدسة الأحرار ومن داخل معيتيقا سجلت ما يكذب ادعاءات إعلام حفتر. طيران الوفاق والآخر لم يكن غائبا عن ساحة الدفاع عن العاصمة، وبحسب الناطق باسم الجيش محمد جنونو، نفذ سلاح الجو 6 غارات استهدفت مقاتلي حفتر في قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس العالمي لدعم قوات الوفاق على الأرض في عملية صدها لمحاولة الهجوم. إذن هي معارك كر وفر بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر التي يتراكم عليها عداد الأيام بعدما كان حفتر يمني نفسه بسيطرة سريعة وإصرار قوات الوفاق في صد هذا العدوان، والتي بحسب خبراء عسكريين أصبحت أكثر ثباتا وقدرة على تنسيق عملياتها العسكرية. أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد الشريف أن قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق والقوات المساندة تقاتل وفقا لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقق تقدما في مختلف المحاور. هذا وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان للجيش الليبي مع القائد الأعلى للجيش فايد السراج الأحد بالعاصمة طرابلس لمناقشة الوضع العسكري وسير العمليات في كافة محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. نفى المجلس البلدي مصراتة قيام أي شخصية ذات صفة رسمية أو مجتمعية أو مكلفة من مجلس أعيان المدينة بالتواصل مع حفتر أو أحد المقربين منه. وأكد عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي في تصريح خاص للأحرار أن عمل المجلس يجري بالتنسيق مع الجهة الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. حقيقة من خلال بعض وسائل الإعلام المختلفة تناشرت أو تداولت بعض الأقاويل بأن هناك تواصل من مدينة مصراتة مع ما يسمى بالقيادة العامة في الرجمة. المجلس البلدي وكل الصفات الرسمية التي تمثل المدينة كمجلس بلدي ونواب ومجلس أعلى الدولة وأيضا مجلس الأعيان ننفي نفيا قاطعا أي تواصل من هذا الشأن. أيضا نحن الآن يعني تحت رعاية وبمعية المجلس الرئاسي، فأي تواصل مع أي جهة كان إن يكون إلا من خلال حكومة الوفاق.
طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني البعثة الأممية بنقل صورة واضحة إلى مجلس الأمن الدولي عن استهداف حفتر للمدنيين والمؤسسات المدنية. وناشد الناطق باسم وزارة الصحة فوزيونيس المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ضرورة إدانة وتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها في الداخل والخارج. نعرب عن قلقنا البالغ في استهداف القوى المعتدية والباغية لسيارات الإسعاف وقصفها كذلك للمستشفيات الميدانية، حيث بلغ عدد السيارات التي تم قصفها إلى الآن أكثر من 10 سيارات، وكذلك قصف المستشفيات الميدانية ومخازن الأدوية والتي تعتبر مرافق مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسات العسكرية، ونعتبرها جريمة نكراء لا يقوم بها من يحمل أدنى قيم الأخلاق. من جهتها دانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق استهداف مطار معتيقة للمرة الثانية من قبل قوات حفتر، مشيرة إلى أن قوات حفتر قد دمرت إدارة الملاحة الجوية بمطار طرابلس العالمي بالكامل وأحرقت خزانات الوقود والسيارات والهناجر الموجودة بالمطار. محطة مطار طرابلس التي يتخذها العدو حصنا لها، وحسب المعلومات الأولية أن هناك أضرار أولية جسيمة جدا داخل محطة مطار طرابلس في داخل إدارة الملاحة الجوية، هذه الإدارة المهمة المعنية بتنسيق وتنظيم حركة الملاحة فوق الأجواء الليبية وتنظيم حركة العبور. للأسف التقارير الأولية تقول أن هذه الإدارة تدمرت تماما ولم تعد صالحة لتسيير أي حركة جوية فوق دولة ليبيا. وفي تداعيات الحرب أكدت منظمة الصحة العالمية بلوغ أعداد الضحايا جراء الحرب في طرابلس أكثر من 600 قتيل و3000 جريح منذ بدء عدوان حفتر على العاصمة. هذا وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نزوح أكثر من 90,000 شخص، مشيرة إلى انتقال معظم النازحين إلى مناطق أكثر أمنا في طرابلس وضواحيها والمدن المجاورة. التكلفة الإنسانية الباهظة لعدوان حفتر على طرابلس تتزايد باستمرار ولا تستثنى المدنيين الذين لا يشاركون في الحرب بسبب استهداف الأحياء السكنية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية. حصيلة العدوان تجاوزت 600 قتيل بينهم أكثر من 40 مدنيا بحسب منظمة الصحة العالمية، ووثقت الأمم المتحدة مقتل 6 من العاملين في المجال الصحي استهدفتهم القوات المعتدية. المنظمة أكدت عبر موقعها الرسمي أن أعداد الجرحى تجاوزت 3200 جريح بينهم أكثر من 100 جريح من المدنيين، من ضمنهم 10 جرحى من العاملين في المجال الصحي استهدفوا أثناء قيامهم بمهمتهم الإنسانية. الحرب التي أطلقها حفتر على طرابلس مطلع إبريل الماضي أدت إلى نزوح أكثر من 90,500 شخص تركوا منازلهم وانتقلوا إلى أماكن أكثر أمناً في العاصمة وضواحيها والمدن المجاورة لها بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. قتلى وجرحى ونازحون وتفكك للنسيج الاجتماعي ودمار وخراب للعمران وانتهاكات وجرائم حرب، هذا كل ما حققه عدوان حفتر في المناطق التي وطأتها أقدام ميليشياته. قال عضو لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق خالد مسعود إن عدد الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء فاق 18,000 عائلة. وأضاف مسعود في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن عدد الأسر في 47 مركز إيواء بلغ أكثر من 1,000 عائلة موزعين على عدد من البلديات، موضحا أن الوزارة عملت على دعم الجانب النفسي والاجتماعي للأسر والأطفال بالإضافة إلى توزيع سلات غذائية متكاملة على النازحين في مختلف البلديات. وأشار عضو لجنة الأزمة إلى أن الوزارة وبعد انتهاء شهر رمضان ستعمل على ملف النازحين لمعرفة احتياجاتهم والظروف التي يمرون بها لوضع ما يمكنها وضعه من حلول وفق قوله.
وغير بعيد عن الأخبار الميدانية، حيث أكد مصدر من مدينة مرزوق سقوط أكثر من 20 قتيلا إثر اندلاع اشتباكات بين مكونات المدينة منذ أول أيام العيد المبارك. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن التدخل العسكري لقوات حفتر في مرزوق المدة الماضية تسبب في شرخ اجتماعي كبير بين القبائل، محملا قيادات قوات حفتر المسؤولية الكاملة لما يحدث بالمدينة. بأي حال عدت يا عيد، لربما هو حال لسان المواطنين في مرزق التي لم تعش لحظة استقرار منذ دخول قوات حفتر إليها في فبراير الماضي، حيث شهدت المدينة عمليات انتقامية وشرخا اجتماعيا بين مكوناتها. فمنذ أول أيام عيد الفطر المبارك عاشت المدينة اشتباكات عنيفة وسط المدينة وفي داخل أحياء الفاتح ومحمد المقريف بين مكوني تب والأهالي، أوقعت أكثر من 20 قتيلا وفق مصادر محلية من المدينة. المصدر أفاد بأن أوضاع المدينة ما تزال محتقنة بين سكانها، وأن حكماءها طالبوا حكومة الوفاق بضرورة التدخل واحتواء الأزمة، غير أنهم لم يحصلوا على استجابة وفق قوله. قبل هذه الأحداث الأليمة شهدت المدينة مأساة أخرى في شهر رمضان المبارك، عندما استهدف مسلحون 3 من أبناء عضو المجلس الأعلى للدولة حامد بريو بوابل من الرصاص، إلى جانب العثور على مقابر جماعية لأفراد مناوئين لحفتر. وطالب حينها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها وغيرها من عمليات القتل والخطف وحرق أكثر من 90 منزلا في المدينة. وعلى عكس ما بشرت به قوات حفتر أهالي الجنوب بعودة الاستقرار والأمن في المنطقة، وتبشر به اليوم أهالي العاصمة بحفظ الأمن ودحر الميليشيات، إلا أن الوقائع تقول إن معدلات الخطف والقتل خارج القانون قد فاقت بكثير من تسميهم بسلطة الميليشيات وتدعي لنفسها التأسيس لدولة القانون. للحديث حول الأوضاع في مرزوق ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الناشط المدني موسى ترسي. أهلا بك معنا سيد ترسي في هذه النشرة. بحسب ما لديك من معلومات حول الوضع في المدينة، كيف يبدو الوضع هناك داخل مدينة مرزوق؟ أولا سيدي الفاضل أرحب بك وأرحب بضيف. أهلا بك، تفضل سيد. مشاهدين عن ماء الأوضاع محتقنة نوعا ما، يعني وسط يعني سيطرة نوعية نوعا ما من قبل الأعيان وحكماء الجنوب لحلحلة الأمور، ولكن هناك قتلى وجرحى والوضع محتقن جدا، وهذا شيء طبيعي يعني لما آلت الأمور للعبث التي قاموا به، يعني كما تفضلتم في تقرير العبث الذي قام به ميليشيات حفتر منذ فترة، وأن الآن يعني المدينة تمر بحالة الانتقام والانتقام المضاد، القتل والقتل المضاد، وهذه الأشياء طبيعية يعني. فهمت علي؟ من يسيطر على الوضع الآن الذي تصفه بالمحتقن سيد موسى؟ هم الأعيان؟ لا وجود لأي قوات تابعة لخليفة حفتر في المدينة والتي كانت أطلقت عملياته المسماة تطهير الجنوب على الإطلاق، يعني هذا يعني ما قلناه سابقا ونعيد ونكرر أن لا وجود لحفتر ولا لميليشياته في الجنوب، فإنما كانت يعني غرضهم يعني الذهاب إلى الجنوب لأخذ فيديوهات ونشرها في الإعلام بأنهم حققوا انتصارات، ومن ثم يعني الانتشاب بالنصر المعنوي الذي حققوه في الجنوب والذهاب إلى العاصمة. فلذا يعني هذا شيء مؤكد، الحكماء فقط هم من يتحملون يعني العبء وسط حصار عن العاصمة وحصار الحكومة المركزية في طرابلس، فإن المنطقة تعاني يعني في الشح من المواد وتوتر وكل هذه الأشياء وغياب أمني وانفلات يعني شبه تام في المنطقة، يعني ولا يوجد أي شيء يعني يبرر وجود قوات حفتر ولا شيء، فهمت علي؟ ولا يوجد أي دليل أنهم متواجدين، يعني إذا كانوا هم متواجدين فلماذا كل هذا القتل ولماذا لم يتدخل وأين هم؟ فهمت علي؟ فلذا يعني كل هذه الأشياء كانت يعني لغرض يعني إعلام والعبث العسكري الذي قاموا به فقط، يعني فلا يوجد أي أمن ولا أي زيادة، وعلى العكس يعني الوضع الآن أكثر تدهورا قبل دخول قوات حفتر. إلى ما يعود ذلك؟ هل يعود ذلك سيد موسى إلى مسألة في ظل الحرب التي تشن على طرابلس من قبل خليفة حفتر
وإرسال عديد القوات من المنطقة الجنوبية كدعم لمن هم في طرابلس، أي انعكاس عاد ذلك على المنطقة الجنوبية؟ هل ترك الجنوب لوحده يواجه التحديات سيد موسى؟ ليس هناك قوات بمعنى الحقيقي في الجنوب أصلا، هناك ميليشيات التي تسيطر على الأوضاع وهي التي تسير يعني الأوضاع بالتنسيق مع الحكومة في طرابلس، فإن الميليشيات التي كانت أتت من الشرق مع حفتر ذهبت إلى القتال في طرابلس وتركت يعني نحن اللي نسموهم المغرر بهم الذين يظنوا أن هناك جيشا قادما إلى الجنوب يعني وركبوا هذه الموجة وارتكبوا جرائم، والآن أصبحوا بين المطرقة والسندان يعني هؤلاء، من ضمنهم الفزازنة اليوم هم يدفعون هذا الثمن لأنهم هم الذين ارتكبوا يعني جرائم، وأن هناك أسماء يعني عادوا للمعايدة مع أهلهم وهم الذين ارتكبوا الجرائم التي يعني تم ذكرها في التقرير، وهؤلاء يعني هم الأسباب أحد الأسباب الرئيسية لهذه الفتنة التي يعني حدثت مؤخرا، لأن أهالي القتلى إعدامهم عند قدوم قيام قدوم قوات حفتر هم الذين قاموا بالرد هذا بالرد، لأن هؤلاء هم الذين ارتكبوا الجرائم وذهبوا مع حفتر إلى في ظل هذا الواقع عند شعور بانهزام قوات حفتر في طرابلس والعودة إلى المرز إلى المدينة فهذا واحد من الأسباب الرئيسية لإحداث يعني المشاكل الأخيرة. في ظل هذا الواقع سيد موسى، أنت أشرت قبل قليل مسألة أنه من يسيطر على الأوضاع في المدينة هم الأعيان والحكماء، هل هناك أي جهود اجتماعية من المنطقة الجنوبية لاحتواء الموقف داخل مدينة مرزق؟ الوضع الآن يعني وضع تحت السيطرة يعني نوعا ما، إذا لم يحدث أي مشاحنات أخرى وكذا يعني الآن في يد الحكماء مدينة مرزق تحديدا على ما أعتقد يعني على ما تناهى إلى ما سمعنا، ولا يوجد أي تدخل آخر من وجهاء المناطق الأخرى، لأن هناك تخوف حتى من الناس يعني، لأن هناك قتلى وناس وإعدامات حدثت من هؤلاء الذين الآن تعرضوا للقتل والتنكير لأنهم هم الذين ارتكبوا جرائم مع قدوم ميليشيات حفتر، فلذا هناك مؤاخذة عليهم، فلذا حتى أهل الجنوب وحكماء الجنوب لم يتحركوا لأن يعني لأنهم يرون هذا النوع من العدالة، ولكن نقول للجميع لا يوجد عدالة خارج إطار القانون، لذا يجب على الجميع أن يحتكموا إلى القانون، فإذا لم يوجد قانون يحاول أن سيد موسى هل تسمعني؟ مهما كان القانون سيذهب. نعم. أي ضمانات حتى لا يحدث تكرار لحوادث تصفها بالانتقامية نتيجة ما حدث من دخول قوات حفتر إلى مرزق وإلى الجنوب بشكل عام؟ هل هناك ضمانات الآن من قبل أعيان المدينة؟ الضمانات الحقيقية هي خروج هؤلاء المجرمين إلى الشرق الليبي الذين يعني قاموا بقتل الناس في عند قدوم ميليشيات حفتر، أن يذهبوا إلى شرق الليبي ريثما تهدى الأوضاع، وعندما يكون هناك دولة وعندما يكون هناك مطالبة كذا يعني يجب أن يعودوا في تحت إطار قانوني أو تحت إطار مصالحة وطنية، وإلا لا يوجد، لأن أهالي القتلى هم من يطالبون بدماء أبنائهم، يعني هؤلاء الذين كانوا جيرانا لهم ومدة 40 سنة أو 50 سنة، ولكنهم بليلة وضحاها بقدوم ميليشيات حفتر إلى المنطقة ركبوا الموجة وقتلوا أبنائهم وأحرقوا منازلهم، فلذا الحل بسيط جدا، نحن نقول لهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم وأتوا مع حفتر أن يذهبوا إلى المنطقة الشرقية ريثما تهدى الأوضاع، فهذا هو أفضل حل أنا أراه شخصيا. شكرا. لأن لا يمكنك أن تتحكم بالناس ولا أهواء الناس ولا بأهالي القتلى يعني. شكرا جزيلا لك. كل واضح. وصلت فكرتك الناشط المدني موسى ترسي، كنت معنا عبر سكايب من جنيف، شكرا جزيلا لك. عقدت اللجنة الأوروبية رفيعة المستوى التي وصلت طرابلس السبت 3 لقاءات مع عمداء بلديات
ورؤساء أحزاب سياسية وناشطين وحقوقيين. هذا وشدد جميع المشاركين في الجلسات على موقف موحد رافض للعدوان على طرابلس وحكم العسكرة. التقرير التالي والتفاصيل نتابع. لجنة أوروبية رفيعة المستوى في طرابلس لإجراء لقاءات موسعة تستمر يومين مع مسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة وعمداء بلديات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني. موقف موحد عبر عنه عمداء بلديات ورؤساء أحزاب سياسية وناشطون وحقوقيون في ثلاث جلسات استماع منفصلة مع اللجنة الأوروبية رفيعة المستوى. المواقف الموحدة هذه عدت حفتر مجرم حرب والاعتداء على طرابلس اعتداء على مدنية الدولة، وأكدت رفضها العودة إلى الدكتاتورية وحكم الفرد. الأخوة ضيوف كانوا مستمعين جيدين، طرحوا أسئلة حول بعض الأمور التي يعني ربما لم تصلهم الرؤية واضحة. حاولنا استيضاح الرؤية في حول أن ما يقوم به حفتر هو الحقيقة شريك حرب بامتياز، وأن حفتر لن يكون شريكا سياسيا في المستقبل، ونحن نبحث عن شريك الآن ومع أخوتنا في الشرق والجنوب، وتأكدوا تماما أن الجريمة الآن كبيرة جدا، وهم الآن حقيقة انصدموا من حول المعلومات التي تلقوها. أما عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحامي المشاركة في الجلسات فأكدت أن جميع مؤسسات المجتمع المدني أبدت رأيها أيضا للجنة الأوروبية فيما يتعلق بالاعتداء على طرابلس، فضلا عن تحديد الأطراف التي سيجري التفاوض معها بعد انتهاء الحرب. استمعت اللجنة إليهم، اللجنة قالت بأننا نحن لسنا بالجهة الحكومية، لسنا بالجهة التي تدعم طرف دون طرف أو نقول رأينا، ولكن ننقل ما ستقولونه المجتمع المدني خلق هذه نعم الدولة المدنية ولا لعسكرة الدولة. وتعد الزيارة التي تستمر يومين أول زيارة لوفد دولي إلى العاصمة طرابلس منذ العدوان العسكري الذي بدأه خليفة حفتر في الرابع من إبريل الماضي. اللجنة تضم أكثر من 30 شخصية مرموقة من سياسيين وعسكريين واقتصاديين ومراسلي قنوات أجنبية للإطلاع على حقيقة مجريات الأحداث في طرابلس والمنطقة الغربية وما تشهده من اعتداءات من قبل قوة حفتر. والمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسل ليبيا الأحرار بطرابلس عبد الرحيم عطية. عبد الرحيم، أولا أطلعنا على أهم ما جاء في هذه الاجتماعات الموسعة للجنة الأوروبية مع المسؤولين والناشطين المدنيين بالعاصمة. نعم، يعني كما ورد في التقرير كما استمعنا إليه، اللجنة طلعت يعني واستمعت وكانت تدون كل شيء بحسب ما شاهدناه منها. دونت رأي مؤسسات المجتمع المدني حيث كان أكثر من 60 عضو ومؤسسة مجتمع مدني. كان اللقاء شفافا وطرحت فيه عديد النقاط، وكان من أهمها التأكيد على مدنية الدولة، التأكيد على ما حدث من واقع مظلم ونفق مظلم دخلت فيه العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة من حالات النزوح التي بلغت أكثر من 100,000 نازح. أيضا تحدثت مع عمداء البلديات، وكانت هناك بلديات مهمة حضرت صباح اليوم من الساعة 8:30. بالفعل وكان يوما مرهقا، وكان يوما مليئا ومزدحما في أجندة هذه اللجنة. استمعت من عمداء البلديات التي تضررت من هذا الواقع الذي فرض عليهم. أعداد كبيرة من النازحين لازالوا في المدارس. استمعوا إلى واقع البلديات الذي تئن، حقيقة بدأت تئن من جراء هذه الفاجعة الكبرى وهي العدوان على العاصمة. في أثناء المساء تجولنا مع اللجنة والتي اطلعت. طيب قبل الحديث عن التجوال وحول تلك اللجنة إلى مواقع، أريد فقط أن أستفسر، هذه اللجنة مكونة من عديد الفئات، عسكريين وهناك أيضا مراسلين وغيره، هل كل هذه الفئات كانت متواجدة اليوم واجتمعت مع هذه الفئات؟ هم ثلاثة اليوم، ثلاث اجتماعات. نعم، بدأت اللجنة اجتماعها مع عمداء البلديات، ثم انتقلت في قاعة أخرى مع رؤساء الأحزاب، وكان هناك نقاش عميق. فعلا كان هناك نقاش عميق. الذي لاحظناه مع رؤساء الأحزاب أن رؤساء الأحزاب
صبوا جام غضبهم من الموقف الفرنسي حقيقة، يعني وضعوا فرنسا في موقف حرج باعتبار أن رئيس اللجنة من فرنسا ودافع وحاول أن يدافع عن بلاده، لكنهم واجهوه بأدلة دامغة، وأكثر دليل واجهوه به هو عملية التي حدثت في ثالث يوم في هذا العدوان، وهي رجال المخابرات الذين تم ضبطهم على الحدود التونسية. كان معظم النقاش حول الموقف الفرنسي، معظم رؤساء الأحزاب عبروا عن استيائهم من تدخل فرنسا. هم قارنوا بين فرنسا 2011 عندما هبت لنجدة ليبيا، وما الذي تغير عندما كان موقف الفرنسي عبروا عنه بأنه موقف مشين جدا وصبوا جام غضبهم على فرنسا. انتقلوا بعد ذلك إلى مؤسسات المجتمع المدني، حيث كان النقاش أقرب إلى وضع الإنساني، ناقشوا فيه وضع المخيمات، وضع النازحين، وضع الأسر، الخصوصية الليبية، خصوصية العائلة الليبية في شهر رمضان، وكيف مر عليهم هذا الشهر وهم في أشد الضيق. طيب، لأنك ذكرت النازحين، ما هي أبرز المواقع التي قامت بزيارتها هذه اللجنة؟ هل مراكز إيواء هؤلاء النازحين كانت من بينها؟ بعد وجبة الغداء كان المساء مختلفا، يعني خصص هذا اليوم بالكامل لزيارة بلدية أبو سليم، حيث بدأت الزيارة من خلال مستشفى كلينيكا للنفط الذي تعرض فيه مخازن هذا المستشفى إلى غارة جوية من قبل طيران الكرامة في 24 من مايو المنصرم. دمر المخزن الاستراتيجي بالكامل. بعد ذلك زارت اللجنة حي الانتصار والذي حدثت فيه مجزرة صواريخ الجراد والذي قضي فيها 8 أفراد. هذا الحي الشعبي المزدحم بالسكان كان يعني موقفا إنسانيا منهم، شاهدوا بقايا آثار تلك البيوت التي هدمت. بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى زيارة مدرسة عمر بن الخطاب والتي فيها 77 عائلة في منطقة غرغور ببلدية أبو سليم، والتي يقطنها 320 فرد. كانت المدرسة فعلا مزدحمة، كانت الإنارة غائبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وظروف الإنارة، كان الجو كئيبا بعض الشيء. انتقلنا بعدها إلى زيارة مدرسة بدر الكبرى وهي موجودة في بلدية أبو سليم في غرغور وتقطنها 16 عائلة، شاهدنا فوج الكشاف أبو سليم وهم يقومون بمساعدة العائلات. ثم انتقلت اللجنة إلى زيارة مجلس النواب الليبي في فندق ريكسوس والذي تعرض إلى غارة جوية في 10 الأواخر من شهر رمضان. أشكرك عبد الرحيم، أكتفي معك بهذا القدر. مراسل ليبيا الأحرار، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيقة الإدارة الأمريكية إلى استخدام نفوذها لإنهاء الدعم الذي تقدمه مصر والسعودية لخليفة حفتر. وقال معتيق في لقائه بعدد من الصحفيين الأمريكيين خلال زيارته إلى واشنطن إنه سيعود إلى العاصمة طرابلس برسالة مفادها أن البيت الأبيض يقف إلى جانب حكومة الوفاق باعتبارها حكومة شرعية في ليبيا، مطالبا الولايات المتحدة بتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي للمجلس الرئاسي لا المالي ولا العسكري وفق قوله. في سياق ذي صلة، قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على إعادة تقييم سياستها فيما يخص ليبيا، وأكدت أن الخارجية الأمريكية تدرس سيناريوهات عدة من بينها التدخل لفرض وقف إطلاق النار في طرابلس. وأضافت الجارديان أن الإدارة الأمريكية عمدت إلى تهميش حفتر بعد أقل من شهرين على الاتصال الذي أجراه معه ترامب، مشيرة إلى أن هذا الاتصال جاء كخدمة شخصية قدمها ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في تقرير لها عن الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن واشنطن تعمل حالياً على إعادة تقييم سياستها بشأن ليبيا، وقالت أن هذا الملف أصبح في عهدة وزارة الخارجية التي تدرس سيناريوهات عدة من بينها تدخل بالقوة لفرض وقف إطلاق النار في طرابلس. الجارديان أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية عمدت مؤخرا إلى تهميش خليفة حفتر بعد أقل من شهرين على الاتصال الذي أجراه معه دونالد ترامب، وأوضحت نقلا عن مصادر أمريكية
أن هذا الاتصال جاء كخدمة شخصية قدمها ترامب للرئيس المصري، وهو لا يمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا. الصحيفة البريطانية قالت أن ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بلوتون كان قد أيد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس في البداية، وهو ما دفع هذا الأخير إلى التبجح أمام كبار المسؤولين الأمميين بأنه حصل على الضوء الأخضر من بلوتون للاستيلاء على العاصمة بشرط تنفيذ العملية بسرعة. ومع الخسائر التي تكبدها حفتر منذ أكثر من شهرين على عدوانه على طرابلس، أكدت الجارديان أن ترامب لم يعد متحمسا لما يقوم به حفتر، وهو ما يفسر عودة الدفة لوزير الخارجية مايك بومبيو الذي أجرى مشاورات عدة مع مجموعة من الخبراء في ليبيا لبحث خيارات حل الأزمة في البلاد. ومن بين هذه الخيارات التي أشارت إليها الصحيفة البريطانية هو الخيار العسكري وأمكانية تدخل الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في طرابلس بالقوة، لكنها قالت إن دونالد ترامب قد يرفض ذلك لأنه يحرص على عدم الزج ببلاده في الأعمال العسكرية الأجنبية على حد تعبيرها. في المقابل تصر أوروبا على أن تلعب واشنطن دورا محوريا في إقناع حفتر بالانسحاب من طرابلس والدخول في محادثات وقف إطلاق النار. ومع ذلك يبدو أن تغير موقف ترامب حسب الجارديان لن يغير من واقع الصراع على الأرض كثيرا. ومع سعي خليفة حفتر للترويج لنفسه في الأوساط الأمريكية مقابل الحصول على الدعم اللازم، أكدت الجارديان أن شركة لينز ستراتيجيز للعلاقات العامة التي وقع معها حفتر عقدا لمدة عام بمبلغ مليوني دولار لم تحرز تقدما فيما يتعلق بتطوير العلاقات بينه وبين الإدارة الأمريكية. ناقش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي آخر تطورات الوضع في ليبيا. وشدد الطرفان خلال اجتماعهما في مقر البعثة في العاصمة طرابلس السبت على ضرورة وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية. كما جدد غسان سلامة دعوته لهدنة إنسانية عاجلة بين أطراف الصراع في ليبيا. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس السبت لبعض المدارس في طرابلس التي تستقبل نازحين من مناطق الاشتباكات، حيث أثنى على جهد خلية الأزمة وسلطات بلدية طرابلس المركز والهلال الأحمر في تقديم الدعم، وحث جميع المعنيين على تسريع وتمكين عملية إعادة النازحين طوعياً إلى مدنهم. هذا وشدد سلامة على ضرورة البحث عن قرار دولي لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال سلامة في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية إنه لا توجد خطط حالية لعقد مؤتمر وطني حول مستقبل ليبيا السياسي بدلا عن الملتقى الجامع الذي كان من المقرر عقده في أبريل الماضي. وأضاف سلامة أنه لا يمكن اختصار نزاع في ليبيا بين حفتر والسراج، وعلى المرحلة المقبلة في حاجة إلى جمع أطراف يمكن أن تكون جزءا من الحل على حد تعبيره. شدد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي على أهمية العلاقات بين إيطاليا ومصراتا سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن إيطاليا تولي اهتماما كبيرا لإنجاح تواصلها مع المدينة. جاء ذلك في اجتماع عن المجلس البلدي مصراتة وأعضاء من مجلسي النواب والدولة عن المدينة الأحد مع السفير الإيطالي ونائبه والملحق الاقتصادي بالسفارة. من جهته طالب عضو مجلس النواب عن مصراتة سليمان الفقي المجتمع الدولي بإيضاح موقفه أكثر من الأزمة في ليبيا، إما أن يكون ملتزما بإنجاح فرص التداول السلمية على السلطة أو يكشف بشكل صريح دعمهم للحكم العسكري وفق قوله. إيطاليا لديها علاقات متينة جدا مع مصراتة منذ سنوات. علاقات سياسية واقتصادية مهمة جدا. احتفظنا دائما بعلاقات مع مصراتة. ونستمر إلى اليوم الاهتمام بهذه العلاقات بشكل كبير. سألتنا أن على المجتمع الدولي أن يوضح في فهمه للمصطلحات وفي تعبيره، إما أن يكون المجتمع الدولي ملتزم باتفاق الصخرات، ملتزم بالنظام الديمقراطي في ليبيا،
ملتزم بالتداول السلمي على السلطة، وهذا يؤيد تدخله في 2011 عندما ساعد الليبيين في التخلص من نظام دكتاتوري. أما أي تعبير آخر، البحث عن نظام عسكري أو البحث عن استقرار في ليبيا بأي طريقة يروها، أو التسويق على أن يوجد شخص طويل لأنه يلبس يجيد لبس البدلة العسكرية، فهذا وهم وهذا غير مقبول. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس دون البحث عن أعذار لذلك على حد تعبيره. هذا وحذر لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط من عودة تنظيم الدولة إلى الجنوب بسبب الصراع في طرابلس، قائلا إن عدم الاستقرار في البلاد له تداعيات خطيرة على المنطقة وعلى فرنسا بحسب قوله. من جهته قال وزير الخارجية المغربي أن اتفاق الصخرات هو مرحلة مهمة لليبيا ويجب على الفرقاء أن يطبقوا هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض متدهور بسبب التدخلات الخارجية التي جعلت من ليبيا أرضية لتسوية النزاعات وفق تعبيره. قال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميريز إن هجوم حفتر على العاصمة طرابلس وما تله من تصعيد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويهدد استقرار ليبيا. وأضاف توميريز في تغريدة له على تويتر أن الهجوم أدى إلى تصاعد التطرف العنيف والإرهاب، مشيرا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية سوى المحادثات السياسية على حد تعبيره. قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي إن المكاسب الاقتصادية الهشة التي تحققت في المدة الماضية أجهدت بسبب العدوان العسكري غير المبرر الذي شنه حفتر ضد طرابلس والمنطقة الغربية. وأوضح العيساوي في لقاء مع قناة يورونيوز أن العدوان أوقف برنامج الإصلاح الحكومي وخلق بيئة خطيرة لحرب موارد طويلة قد تؤدي إلى دمار اقتصادي واسع النطاق، مشيرا إلى أن عدوان حفتر تسبب في خسائر مادية كبيرة فرضت ضغوطا إضافية على الميزانية الليبية وتعطلت طرق الإمداد بالسلع الضرورية. أفادت الشركة العامة للكهرباء بأن ارتفاع درجات الحرارة والدخول في الذروة الصيفية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك ودفع الشركة إلى برنامج طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة. وأشارت الشركة إلى استمرار توقف الوحدتين الغازية الثانية والبخارية الأولى بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، مما تسبب في فقدان نحو 270 ميجاوات، إضافة إلى توقف الوحدة الثالثة بمحطة جنوب طرابلس وضعف أداء الشبكة الكهربائية بسبب الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة. وطمأنت الشركة المواطنين بدخول الوحدة الرابعة في محطة الخمس اليومين القادمين، إضافة إلى عودة الوحدة الثالثة في محطة جنوب طرابلس الغازية، الأمر الذي سيقلل العجز بحسب الشركة. تمكنت شركة ميليتا للنفط والغاز من استرجاع أنابيب الإنتاج العالقة بإحدى الآبار في بحر السلام، أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا. ووفق موقع المؤسسة الوطنية للنفط، فقد وفرت العملية الهندسية المعقدة التي استغرقت 24 يوما مصاريف تغيير مسار البئر وحفر مقطع جانبي، والتي تقدر بحوالي 23 مليون دولار أمريكي. أخبار التاسعة متواصلة معكم مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. شباب يطلقون حملة على فيسبوك باسم أنا وابن عمي نساعد الغريب لتقديم المساعدات للمحتاجين من العائلات الليبية. لبيك طرابلس لبيك، لقد دقت الساعة وآن الأوان وحان موعدنا مع الفتح المبين. وحان موعدنا مع الفتح المبين، ومن لزم بيته فهو آمن. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فيك حفتر.
نسي الله مملوكي. سلامة المواطنين وأمنهم، أعراضهم وممتلكاتهم، مرافق العاصمة ومشاهاتها، كلها أمانات في أعناقكم، فاحرصوا أن تؤدوا الأمانة حقها. هذا الجيش يا حفتر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. معارك كر وفر بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر على مشارف مطار طرابلس، والصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد القتلى 600 شخص. في لقائهم باللجنة الأوروبية رفيعة المستوى بالعاصمة، مسؤولون ورؤساء أحزاب وناشطون يؤكدون رفض العدوان على طرابلس. عودة التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات إلى كامل غاد، وحكومة الوفاق تواصل إرسال طائرات الإغاثة للتخفيف من أزمة السيول. أهلا بكم من جديد. أعلن المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات عودة خدمات الاتصالات إلى المدينة. وأكد المكتب الإعلامي أيضا عودة التيار الكهربائي إلى كامل المدينة بعد رجوعه تدريجيا إلى بعض المناطق منذ أمس السبت، بعد انقطاعه في وقت سابق بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة وأدت إلى خسائر مادية وبشرية. هذا وأفاد رئيس لجنة الأزمة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أحمد الطويبي بأن وزارة الداخلية سيرت السبت بالتنسيق مع وزارة المواصلات والمجلس الرئاسي طائرة إلى مدينة غات على متنها خيام ومواد غذائية. وأضاف الطويبي في تصريح لليبيا الأحرار أن طائرة أخرى أيضا سيجري تسيرها اليوم الأحد إلى غات للتخفيف من أزمة الأهالي جراء السيول التي اجتاحت المدينة منذ أيام. وفق قوله تستمر قوافل الإغاثة المتجهة إلى مدينة غات في الوفود على المدينة لمساعدة أكثر من 30,000 مواطن مهددون بسبب الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة قبل أيام. وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت إنها سيرت طائرة إلى مدينة غات تحمل خياما ومواد غذائية بالتنسيق مع وزارة المواصلات والمجلس الرئاسي، موضحة أن طائرة أخرى ستقلع الأحد إلى المدينة للتخفيف من أزمة المدينة المستمرة منذ أيام العيد الأولى. الهلال الأحمر بجدابية من جانبه أكد انضمام فريق الطوارئ التابع له لغرفة الطوارئ المشكلة من قبل الأمانة العامة للهلال الأحمر والمعنية بإغاثة غات ووصوله إلى المدينة. أما مكتب المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا عبد الرحمن غندور فقد أكد أن الفيضانات في المدينة أثرت على 20,000 مواطن ليبي وتسببت في نزوح أكثر من 2500 شخص إلى المناطق المجاورة للمدينة. وبحسب المكتب فإن الفيضانات في غات أدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، فيما جرى إنقاذ 500 آخرين تضررت مساكنهم في مأساة إنسانية صنعتها السيول بالبلدة الوادعة، وينتظر أهلها أن تقف السلطات معها. رغم استمرار العدوان والظروف الإنسانية الصعبة، احتفل عدد من أهالي العاصمة طرابلس بعيد الفطر المبارك على طريقتهم التقليدية الخاصة. ووسط فرحة من الأهالي تعالت أصوات الطبول ونوبات المألوف التي طافت أزقة المدينة القديمة وساحاتها. نتابع. احتضنت أسوار مدينة طرابلس المحروسة احتفالية معايدة عيد الفطر المبارك. هذه المدينة العريقة التي تنام على قرع طبول المدافع والقاذفات تصحو اليوم على قرع طبول وطارات نوبة المألوف. طبعا نحن في منطقة لها تاريخ مشرف وهي منطقة باب الجديد،
وهذه اللمة الحلوة من أهالي المدينة القديمة التي جمعت أضياف مختلفة من المدينة القديمة، وكان لقاء رائع وعيدية جميلة جدا أعادوا فيها الذكريات القديمة التي كانت تربط أهالي المدينة القديمة بينهم، والود والمحبة اللي كانت تجمعهم. ها هو اليوم تعود إلى ما كانت عليه. نأمل الله أن يمن على البلاد بالأمن والأمان. هذه الاحتفالية هي بمثابة رسالة سلام من جموع المعايدين تحمل عبق أصالة وثقافة وسماحة طرابلس حتى في أشد ظروفها قسوة. وإحنا الحقيقة في هذه المناسبة أن إحنا حبينا نحتفل بعيد الفطر المبارك بما له من رمزية ورسالة قوية نحب نوجهوها، أن طرابلس أرض السلام، طرابلس أرض المحبة، وهذه حقيقة أهل طرابلس يعني هذه عاداتهم وهذه عوايدهم كيف ما يقولوا. حبينا نتموا في داخل المدينة القديمة سرة طرابلس حقيقة، وبالتالي إن شاء الله تكون رسالة وصلت للجميع أن احنا راهو ندعو إلى السلام وندعو إلى المحبة، وأن احنا طرابلس راهي دائما في هذه المناسبات هذه لها عاداتها ولها تقاليدها، وحبينا أن نكون صراحة نشعل شمعة في هالمناسبة هذه بحيث أن تضيء للآخرين طريقهم. هذه الأسوار التي لطالما كانت حصن طرابلس القديمة الحصين، لطالما ضمت بين جدرانها خليطا متجانسا من عرقيات وإثنيات وجنسيات مختلفة متعايشة متآلفة. ونحن الآن في ساحة عبد الوهاب عليوة، وفي هالساحة الطيبة والشيش ما بتعلم مية، وفي باب جديد هذا الأبواب الحلوة هدية اللي كانت فيها التاريخ، عبق التاريخ نعيشوه بكل أحداثها وعشناه بكل أحداثها. وإحنا المدينة القديمة مترابطة في الخمسينيات والستينيات من جميع أنحاء ليبيا، من قراها ومدنها كلها تلاقينا في هالجو هذا، واختلطنا حتى بالأجانب الغير مسلمين وغير العرب، وعشنا معاهم حياة طيبة يسودها السلام والمحبة. لازالت هذه المدينة تأمل أن تزول غمامة هذه الحرب لتعيش مجددا، يحذو أهلها الأمل بالسلام وبمستقبل أفضل. لقناة ليبيا الأحرار، إيمان الشابع، طرابلس. ونبقى مع احتفالات عيد الفطر، حيث شهدت مدينة كيكلا تنظيم المهرجان الأول للفروسية بمشاركة أهل المدينة إلى جانب بعض الأسر النازحة جراء حرب طرابلس. ويهدف القائمون على المهرجان الذي يقيم بمنطقة السوادنة إلى تخفيف معاناة الأسر النازحة وإدخال الفرحة والسرور على أطفالهم. احتفالا بعيد الفطر المبارك أقيم بمدينة كيكلا مهرجان للفروسية بمشاركة أهالي المدينة بالإضافة إلى الأسر النازحة للمدينة جراء الأحداث التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس. احنا الآن في وحدة فرسان كيكلا بمنطقة أهالي سوادنا، قمنا بفرحة شباب وطلعناهم من الأزمة والفروح، وجاية ناس من جميع المناطق، من القلعة، من كيكلا، من طرف الشباب وطرف الخيول العربية، والأمور ماشية 100%، وإن شاء الله ربي يهدنا الشباب. المهرجان الذي نظم بمنطقة السودانة بمدينة كيكلا يعد الأول من نوعه بالمدينة في مثل هذه المناسبات، ويأتي في إطار سعي القائمين عليه للتخفيف من معاناة الأسر النازحة وإدخال الفرحة والسرور على أطفالهم. نهني فرسان منطقة السوادنة بكيكلا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونهني الشعب الليبي، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربي يحقن الدماء، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد، كل سنة وأنتم طيبين. ونقول النفس حائسة متحرسة في العدة، وما بتصفى جوه يترد، إيش السبب؟ هاون عليك وكبر وخليك بعزمك وبجرك صابر، وانظر يا سكان المقابر لاحقينهم حتى احنا لابد طريق جادة ورفع التريسة كابر معها عزم سيدك الحق لجدة، اتذكر عرب تركب الكوت العابر عرضي كيف البو ظهر كيف السدة، وراحوا دواري مالهم من الشادة فراسير ركابة الخير البدة. تضمنت فعاليات المهرجان عروضا أحياها عدد من فرسان عقد سوادنا بكيكلا بفئات عمرية مختلفة على صهوات جيادهم، والتي كانت تعبر عن الموروث الثقافي الشعبي الليبي،
كما شارك كوكبة من شعراء الشعر الشعبي من مدينة كيكلا والمدن المجاورة بقصائدهم التي تتغنى بالفروسية وبالتراث الليبي وثقافته المتنوعة. أسست مجموعة من الشباب مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أطلقت عليها أنا وابن عمي نساعد الغريب. المجموعة تهدف إلى تقديم المساعدات للمحتاجين من العائلات الليبية. التفاصيل في هذا التقرير نتابع. من مواقع التواصل الاجتماعي كانت الانطلاقة لمجموعة أنا وابن عمي نساعد الغريب، والتي أنشأها مجموعة من الشباب لمساعدة النازحين والمحتاجين من العائلات الليبية بتوفير ملابس العيد وتقديم الخدمات الطبية لهم في ظل الظروف الصعبة بسبب العدوان على العاصمة طرابلس. في البداية بدأنا كبداية ما توقعناش أن الحملة تنجح بالدرجة هذه، ما ليناش حتى فترة أسبوعين على الفيس، دلنا صفحة الفيس بدأت الناس الحق طلبنا مساعدة لنا في البداية على أساس بنديرها مساعدة بسيطة، ما توقعناش الكم الهائل هذا، ووصلنا لقيتنا مبلغ ناس الأهل الخير والكرم، لقيتنا مبلغ زي ما نقول مبلغ الحمد لله ما كبير، كملنا الحمد لله لتوى زي ما تقول تقدر تقول غطينا 65 عائلة من مساعدات مجهود ذاتي من أصحاب الخير، ودخلنا شبه دخلنا الفرحة على أطفال وعائلات كانت محتاجة، وإن شاء الله ربي يقدرنا لأفعال الخير، وإن شاء الله بنستمر بها بعد العيد الفترة زي ما تقول تو ركزنا على ملابس الأطفال وأكثر شيء لأن الفترة العيد العشر أيام الأخيرة. لم يمضي على إنشاء المجموعة سوى 3 أسابيع إلا أن تفاعل الناس كان كبيرا، وساهمت المجموعة في مساعدة حوالي 70 عائلة ليبية بتوفير ملابس العيد وإجراء كشوفات طبية للعيون مجانا. وجونا جماعة أنا والدعم نساعد الغريب وقدمون الكوبونات وفتحنا لهم باب مساعدة إن شاء الله مساعدة الناس، هم يعني كانوا شبحوا العائلات محتاجة هذه وزعوا الكوبونات وجونا هنا. الرغبة كانت واضحة من الشباب في مواصلة العمل لتقديم يد العون للمحتاجين والنازحين الذين فروا من المناطق التي استهدفها العدوان المسلح في مختلف مناطق جنوب العاصمة طرابلس. تعد قلعة زلة المعروفة قديما لدى أهالي المنطقة بالفورتي من المعالم التاريخية المهمة بالمدينة، ويرجع تاريخ بنائها إلى العصر الروماني. القلعة وغيرها من الشواهد الأثرية عانت الإهمال والعبث والتخريب مؤخرا، لكن عددا من شباب المنطقة المهتمين بالموروث الثقافي بادروا إلى تأسيس جمعية زلة للفنون والتراث والمواهب بهدف الحفاظ عليها حتى لا تضيع وتختفي. قلعة زلة أو ما تعرف قديما لدى أهالي المنطقة بالفورتي تعتبر من المعالم التاريخية المهمة، فهي تقع في مرتفع حصين شرقي المنطقة، ويوجد بداخلها بئر وتحيط بها الكثبان الرملية وأشجار النخيل من كل الاتجاهات. فهذه القلعة في الأصل هي أحد الحصون الرومانية القديمة التي فتحت إبان الفتوحات الإسلامية، حيث أعيد بناؤها عدة مرات، ومنها البناء الحالي الجديد الذي يرجع لفترة الاستعمار الإيطالي. طبعا الآن نحن في قلعة زلة أو ما يسمى قديما بالفورتي. هذه القلعة طبعا كان فيها الطليان، كانت فيها بعض المباني السكن اللي هي منطقة اسمها جديدة، يقولوا لها جديدة. طبعا كانت فيه مدرسة وكانت فيه العيادة أو ما يسمى ببيت القفطان، وهذه القلعة طبعا عانت من الإهمال زي ما قلنا إهمال شديد، تم صيانتها في فترة سابقة مدة طويلة الآن، حتى أن هذه الصيانة أصبحت الآن تحتاج إلى صيانة أخرى. القلعة وكغيرها من الشواهد الأثرية عانت من الإهمال والعبث والتخريب مؤخرا، لكن عددا من شباب المنطقة المهتمين بالموروث الثقافي بدروا إلى تأسيس جمعية زلة للفنون والتراث والمواهب بهدف الحفاظ عليها حتى لا تضيع وتختفي في ظل التطور الحالي. كان يفترض أن تكون الصيانة بالأشياء الطبيعية اللي من يعني بها تأسست أو بنيت هذه القلعة، حتى لا يتغير المنظر العام وحتى لا يتأثر الحجر والطين اللي موجود في هذه القلعة يعني.
فنتمنى أن الاهتمام أكثر، نتمنى من أهل المنطقة طبعا، سواء أهل المنطقة سواء الزوار ليأتوا لهذه المكان التراثي، عدم الكتابة على الجدران والاهتمام به. المهتمون بالآثار بالمنطقة يناشدون جهات الاختصاص تقديم الدعم والاهتمام كي يتم صون ما تبقى من الأماكن التاريخية والأثرية جراء الدمار والاندثار، متمنين أن تجد هذه المناشدات آذانا صاغية. إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى العناوين. معارك كر وفر بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر على مشارف مطار طرابلس، والصحة العالمية تؤكد تجاوز عدد القتلى 600 شخص. في لقائهم باللجنة الأوروبية رفيعة المستوى بالعاصمة، مسؤولون ورؤساء أحزاب وناشطون يؤكدون رفض العدوان على طرابلس. وعودة التيار الكهربائي وخدمة الاتصالات إلى كامل غات، وحكومة الوفاق تواصل إرسال طائرات الإغاثة للتخفيف من أزمة السيول. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت بالأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.